قول لنا ماذا لديك أبو حميد في النادي الأهلي النهارده؟ خلينا نبدأ مع يعني الأحاديث التي تم ترديدها على السوشيال ميديا وعلى العديد من المواقع، وناس كتير طبعا، يمكن احنا اتكلمنا وقلنا لوكاس براجا، يعني عديد من الصحف تحدثت عن عرض رسمي للنادي الأهلي، والأهلي بينوي يضمه. ويمكن احنا فرضنا بالامس ووضحنا لما رجعنا للنادي الاهلي، قالوا لنا هم من ضمن اللاعبين المعروضين علينا وما زلنا نبحث، لكن ما فيش يعني شيء قاطع حتى هذه اللحظه. النهارده رئيس يعني فريق سانتوس البرازيلي اندرياس سرويدا يعني في تصريحات يمكن قال ان لم يصلنا عرض رسمي من النادي الاهلي لشراء اللاعب، قال لم يصلنا اي عروض رسميه حتى هذه اللحظه، هناك الكثير من العروض لضم اللاعب، ان تحدث النادي الاهلي معنا اكيد سنتفاوض على المبلغ المالي، اللاعب ما زال صغير في السن 25 عام، إذا أراد النادي الأهلي التعاقد معه أكيد سنقدر هذا الأمر وسيتم التفاوض المادي، ولكن هو يؤكد إن مفيش عرض رسمي وصل بشكل واضح وقاطع لضم اللاعب. كانت الناس أو الصحف بمعنى أصح، خصوصا بعض الصحف البرازيلية، قالت إن الأهلي تقدم بعرض 4 مليون دولار وفريق سانتوس عايز 10 مليون دولار، واتقال ارقام كتير، ولكن احنا بننقل كل وجهات النظر وكل المصادر. رئيس نادي سانتوس البرازيلي ينفي وصول عرض رسمي من النادي الاهلي لضم اللاعب، النادي الاهلي قال لم نتقدم بعرض رسمي ولكن اللاعب من ضمن اللاعبين يتم متابعتهم مثلهم مثل اي لاعب. فيعني هناك يعني مش عايز اقول اقاويل، ولكن خلينا اوضح بمنتهى الامانه ان اللاعب من اللعيبه المميزين، اللاعب من اللعيبه صغيرين في السن. يمكن النهارده بعض المواقع وبعض الناس ابتدت تنشر فيديوهات للاعب، واتقالوا ان لم يكن هناك حديثا رسميا، ولكن ان هناك بعض الاتصالات حدثت ما بين احد الوكلاء ووكيل اللاعب لعرض الامر او لعرض خدمات اللاعب على النادي الاهلي، وبالتالي يمكن الامور لم ترتقي لحديث رسميه، ولكن ربما يكون في تفاوض في الفترة القادمة. فده بخصوص اللعب. يمكن من ضمن الأخبار اللي معانا طبعا النهاردة، رابطة الأندية غرمت النادي الأهلي 20,000 جنيه بسبب مباراة فاركو. يمكن كان قرار غريب شوية، ولكن يعني رابطة الأندية قالت إن تم تغريم النادي الأهلي 20,000 جنيه لما بادر من جماهير النادي في لقاء فاركو. طبعا ما وضحوش ايه اللي حصل، ما اعرفش يعني، كان نفسنا يبقى فيه تفصيل. يعني مباراه فاركو طبعا اللي شهدت الغاء هدف صحيح لبيرسي بتاو، ولكن يمكن هو القرار طلع كده غرامه ماليه قدرها 20,000 جنيه بسبب مبادره من الجماهير. ايه اللي حصل؟ يعني المعنى في بطن الشاعر. طيب بسبب ما حصل من الجماهير، طيب هل الاهلي سيتدخل او يبعت الفيديو اللي ظهر فيه جمهور الاسماعيلي بالامس بيشتم الاهلي بعد مباراه الاتحاد ويطلب من الرابطه التدخل لمنع مثل هكذا سب في النادي الاهلي، سواء داخل الملعب او خارج الملعب يا استاذ احمد؟ لان لو الاهلي تدخل سيفيد مصر. بمعنى ايه؟ لو ما فيش بند في اللائحه بتاعت الدوري بيقول ان انا عاقب اللي يشتم خارج الملعب، الاهلي لو تدخل هيعملوا ده السنه الجايه، فبكده يبقى الاهلي ادى دوره في ان هو يساهم في ان يكون في تشريع لضبط الحاله وتاديب الخارجين عن الادب واللياقه والروح الرياضيه. وده اللي انا كنت يعني، انت خدت الاجابه مني، لا وانا خدت الاجابه منك، لان هو فعلا كان هيبقى الرد، هيقول لك ده مجموعه من الجمهور خارج، كانوا ماشيين في ارض يعني خارج الاستاد وفي محيط الملعب مش داخل المدرج، الحكم ما ذكرش حاجه في تقريره، دي فيديوهات، هيتقال كلام كتير يعني. هو بالمناسبه كمان جمهور الاسماعيلي اتغرم 20,000 جنيه برضه زي ما الرابطه قالت لما بدر من جماهيره في مباراه فاركو اللي اقيمت 6 اغسطس. فجمهور وخلي بالك جمهور الاسم جمهور علاقه بالواقع دي يعني. جمهور النادي الاسماعيلي جمهور عظيم، بس العيال دي اكتر عيال اتعاقبت السنه دي. ليه؟ قبل كده اتحرم عدد من جمهور الاسماعيلي من الدخول لو تفتكر، وبعد كده غرامه ماليه، والنهارده بيتجاوزوا. لكن جمهور الاسماعيلي جمهور عظيم وانا منهم،
والدراويش طول حياتهم ممتعين، والإسماعيلية بلد محترمة وناسها كلها أفاضل وأغلبها من الصعيد قرايبنا والشرقية، فلا غبار بذلك، ولكن العيال اللي بتشتم دي إساءة للإسماعيلي وللدراويش. وانت بتتكلم على القله اللي نشرت فيديو زي ما هم او زي ما كلنا شفناه بيتجولوا ما بعد المباراه في الشارع المحيط لاستاد نادي الاسماعيليه بالظبط، وبيشتموا الاهلي بشكل حقير. بامور انت يا سيدي كسبان ماتشات، كسبان الاتحاد 1-0 وبقيت في المركز التاسع، افرح وانبسط، لكن ايه علاقه الاهلي وايه دخل الاهلي؟ يعني هذه القله انا من وجهه نظري سواد على نادي الاسماعيلي نفسه يطلع بيان يعتذر للنادي الاهلي ويندد مثل هذه التصرفات. لا ده كان زمان ايام المعلم عثمان احمد عثمان، وايام ما كان البلد فيها وايام ما كان البلد فيها انديه، والانديه فيها ناس كبيره، ايام المعلم عثمان احمد عثمان والكابتن صالح سليم وحلمي زامورا والناس دي، عمك حسن محمد حسن حلمي، الناس دي كان في جمهور يخاف من الكبير والكبير يتدخل ويتصدى لوقت الفتنه يعني. لكن دلوقتي يا راجل انت بتتكلم فيه ما فيش للاسف الشديد يعني. اتمنى بس ان الاهلي يتدخل ولو بشكل ودي مع الرابطه عشان يبقى في تشريع عقابي زي الملعب جوه زي الملعب بره، فأتمنى، لأن ده دور الأهلي، نادي عظيم واسمه مسموع. متفق معاك، خصوصا ان ده في خدمه الرياضه المصريه كلها، وخصوصا احنا يعني واحد اسمه حامد ابو بليله، لا حامد ابو ليه، بيقول لك ما هو الاهلي اصله مكروه من كل المحترمين عشان كده بيشتم. يعني انت اسمك حامد ابو ليه، يعني هل ينفع ارد على واحد بليه؟ انا ينفع ارد على واحد بليه؟ يعني حتى المجتمع يزعل مني لما انت اسمك ابو ليه، يعني ينفع انا ارد عليك يا حامد وانت ابو ليه؟ يعني انت دلوقتي داخل، اولا الاسلام نهى عن كلمه الكراهيه، فانت دلوقتي داخل بترد على الاستاذ احمد السيد بتقول له ايه؟ بتقول له اصلي كل المحترمين بيكرهوا الجهلي على النادي الاهلي، فللاسف الشديد انت يا ابو ليه جبت الرزيه لاهلك ولا تساوي الا ان تضرب بالحذاء. يعني واحد بليه يعني هيعملوا لك ايه؟ استر ليتك يا ابني، ربنا يسترها معانا ومعاك. اتفضل يا استاذ احمد. النهارده في مران النادي الاهلي، وزي ما انفردنا بالامس احنا الوحيدين الحمد لله اللي قلنا زي عبد الناصر بالامس ان فيتوريا موجود وهيكون موجود في مران الاهلي خلال ساعات، وقد كان تواجد المدير الفني للمنتخب المصري في ملعب مختار التتش، يمكن عقد جلسه مع سواريش وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، يمكن تفقد كمان يعني ملعب مختار التتش وبعض المرافق الموجوده في النادي الاهلي غرفه خلع الملابس، وابدى اعجابه بالحاله والنظام اللي موجود في النادي الاهلي، واكد ان سمعه النادي الاهلي يمكن في العالميه كمان مش بس في الكره المحليه والعربيه والافريقيه، واكد ان هيكون في اجتماعات الفتره القادمه مع سواريش بحكم طبعا التنسيق لما له مصلحه المنتخب. يمكن حتى سواريش يعني اتكلم معاه وقال له ان مش هتلاقي كوره في اي دوله في العالم في هذا الضغط من المباريات، هو قال كلنا نعلم هذا الامر واحنا كلنا اكيد هنلعب لمصلحه الانديه وللمنتخب، وهيبقى في تنسيق الفتره الجايه لمصلحه اللعيبه، لان مثل هذا الكم من الارهاق اكيد هيضر مصلحه المنتخب المصري، وعد ان هيكون في تنسيق في الفتره القادمه طبعا علشان يكون في اجتماعات دوريه ما بين المدير الفني للمنتخب وبعض المديرين الفنيين من الانديه يعني لمعالجه مشاكل وسلبيات الكره المصريه.